السلام عليكم. اليوم رانا مع السامسونج، هذا السامسونج هذا اللي يسموه السامير ترواسو. هذا عنده بروبليم دو شارج. هذا لو كونيكتور دو شارج حنايا انا حيت له ريفيز جيني ساهل. راكم تشوفوا انا فتحو هذا لو كونيكتور دو شارج، هذا ولا مارشي شارجي له. تلقى فيه ريفيز هنايا تنحوهم. واش تزيدو تنحيو؟ تنحيو لا كاميرا، هذه كاميرا كانت تنحيو. كاميرا كانت تنحيوها في هذيك الوشي. على خاطرش نحيوها باش كي راح يشرى في وراح يذوب الكوب. فوالا هاي فيها دي لوبر كي تجو ترجعوها منخافوهاش. انا نكروشي اونتر كراشي لا فوالا فوالا سي بون سي سا. من افضل زوج تنحو لو اش بي تكرطوه شوية ولا تحكوه شوية باش يلصق لكم لي دوت هذا، ما عندكم مشكل. هذا ترني فيس لا بابي فير ولا مبرد، لا مبرد ليجا. انا هنا عندي ستيل مبرد هنا. ايوا هذا ندير شوية لي تحنا هنا رجع باش ما رايحين نحو هنا. راك بعيد على سيركوت ميموار وكامل تقدر ما عندكش بروبلام تشوفي بالكاتسو الكاتروفا ولا تشوفي بالكاتسو ما يهمكش. مدة حتى 40 ثانية 50 ثانية أيضا. نزيد العالم عشرين انا يا.
هاي علاش درت ولا صدور انا هنايا باش لا صدور هذه تلصق هنا بغيت نوفر فرصه راك حاله التركيب تشوفيه من تحت على التركيب تشوفيه من تحت تقدر تكون لاباتري فرقة يعني ولا عنده بزاف ما شارجاش ولا ملي ملي يعني كان في عطل وهو محطوط في الدار يطول باش لاباتري تكون فرقة ربما عندها مدة شهر ما تشارجات ولا أكثر يقدر يكون عنده مدة هذا يعني أنا نشوف واحد وخال تعلمه خلينا نتواجد ونشوفه على جدر كون يتواجد يقدر شوية على كراس تعلمه ولا دير المشكلة على كيف كيف انا البطارية هذه ما ساعدتنيش نجيب بطارية واحدة اخرى هذاك شرا يشارجي هذا كما راكم تشوفوا هاوري راه انتهى العملية انا درنا لكم الفيديو هذا تاع السامي برواسو درك نعاود المونطو كل حاجة بلاصتها عندنا لاباري فوتو هي الروكارة تاعها نورمال عادي هاي وين تركب اللي وحدها نعاود نفتحوها سودولو اش بي غير ذلك يعود يولي كما كان يعني الحاجة الأولى اللي تنحات تعود تولي هي الأخيرة هذا سودي ولو اش بي هنا غير ذلك السلام يعني في مرة أخرى إن شاء الله راح نزيدو مع فيديو واحد أخر إن شاء الله أيوه والله السلام على خير اخوكم خالد من الجزائر مع فيديو اخر ان شاء الله السلام عليكم